الله ما قال نادو شيخ. فتش القرآن ده من سورة الفاتحة لسورة الناس. الله قال نادو الشيخ؟ الله قال امشوا نادو الشيخ؟ يا أخي ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله. الله قال له الله المساجد دي ما تنادي زول تاني مع ربنا. ربنا قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله قريب تمشي للقبة؟ الله قريب تمشي الشيخ، تمشي الشيخ الميت؟ يا أخي ربنا قال إن الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون مالهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، البناد واحد، والبيعلم الغيب واحد، والبينفع والبدور واحد، والرازق واحد، ده الله سبحانه وتعالى. ما في شيخ تاني أبدا، ما في مخلوق أبدا. ونحن هنا، نحن هنا جايين نقول لك أمسك في الله وخلي المخلوق، أمسك في الخالق الذي خلق فسوى وقدر فهدى. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. الله ولا الشيخ؟ الله ولا القبة؟ الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم شيخنا الشيخ أبو بكر إن شاء الله. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.